أهلا بكم. قمة الكرسي الفارغ أقامت سوريا ولم تقعدها، وعليك عيني يا دمشق. فبعد تتويج المعارضة ممثلا سوريا في الدوحة ومنحها كرسيا محشوا بالدعم على مختلف أنواعه، فرغ الكرسي اليوم في قمة الكويت، فلا كان للائتلاف ولم يسترجعه النظام. نظر إليه أحمد الجربة كطفل أضاع لعبته، خطب بالعرب على قدم وساق، لكن من موقع الضيف الذي كان بين منزلتين، فهو إما زائر بعبء على العرب وإما ضيف تحول إلى فولكلور، لكنه ليس ممثلا للثورة ولا لسوريا في أي حال. فزمن الاسترخاء على حساب الشعب السوري انتهى، وحصلت فيه المعارضة بثلاث سنوات على دعم ومال وسلاح وفنادق فارهة ومؤتمرات في الخارج وأصدقاء، وسندتها دول من كل أنحاء الدول، وإذ بها لتحصل في القمة العربية على أجر كرسي. وعلى سطح القمة وخطابات زعمائها، فإن سوريا ارتفعت إلى مستوى العلاج بالسياسة لا بلغة العسكر، وهو ما كان على العرب أنفسهم تداركه قبل فوات الأوان وليس بعد دخول جيوش العالم سوريا. والتبرعات التي قدمتها دول عربية في التسلح والجهاد وفتح الحدود وبتغطية من الجامعة العربية نفسها وأمينها الذي لم يكن عاما، وجد العرب اليوم أن الخريطة تغيرت، وكل يعيد قراءة الحسابات بما لا يدفع نحو الجهاد المعاكس. وبموجب هذا التغيير، فإن الكلمات جاءت تحت سقف الحل بالتفاوض، مع هبوط تدريجي لكل من السعودية وقطر في كلمتي الشيخ تميم والأمير سلمان، اللذين توافقا على وحشية النظام السوري واختلفا على مجلس التعاون الخليجي. وسجل ولي عهد السعودية اعتراضه على عدم منح الائتلاف المقعد السوري، فيما انتقد أمير قطر طغيان النظام ومضيه في غيه. وأبعد من ذلك، لم تحمل القمة ثورة في المواقف، وكل حمل هموم بلده ما بعد الثورات إلى قمة العرب، من المصري إلى اليمني فالتونسي، مرورا بالسوداني الذي يسافر عابرا لمذكرات التوقيف. لبنان حضر بين العرب وعلى أكتافه ملف النازحين، طالبا المساعدة من الدول العربية، لأن هذا الأمر بات يهدد بمشكلة وجودية ومن شأنه أن يزعزع أسس البنيان اللبناني. ولعل هذا الكلام الذي وجهه الرئيس ميشيل سليمان إلى العرب يحفز الخليجيين على كسر منع الحظر بالمجيء إلى لبنان، لكون المقاطعة الخليجية سوف تنعكس هجرة لمسيحيي هذا البلد، إضافة إلى الضرر العام بكل لبنان. سليمان قدم التزاما بالعمل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده التزاما بالدستور، وربما رمية من غير رام، إذ شكر أمير الكويت لرئيس الجمهورية كلمته قائلا: شكرا لفخامة الرئيس ميشيل عون سليمان. فهل طلع على عون الصباح؟ ومن الضرب العربي في الصندوقة الرئاسية إلى ضرب الأستاذ للتلامذة، فعلى مواقع التواصل الاجتماعي انتشر فيديو لمدير مدرسة المقاصد في الجنوب الأستاذ موسى ظاهر متلبسا بالضرب المشهود. للوهلة الأولى لربما ظن من رأى هذا الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعود إلى جيل كانت العصا تعلم عليه، أو فيديو سينتهي بمقلب لمراهقين أحبوا أن يعرضوا مواهبهم، لكنه للأسف فيديو مسرب عن سابق إصرار لتلامذة من مدرسة المقاصد فرع منطقة العرب قضاء الزهراني، وهم عم ياكلوا فلقة من مدير المدرسة، وليست أي فلقة، فهو لم يركز على القدمين فقط كما اعتدنا أن نرى في الأفلام القديمة عن طرق التربية البدائية في المدارس، فهو استرسل في الضرب ولم يرحم أي جزء من جسد هذا الصبي الذي لو عاد به الزمن لاستعد لامتحانه أكثر على أن يضرب بهذا الشكل. المنزل على الارض يزيد.
مشهد الضرب هذا والذي لا يبرر يعطي انطباعاً بأن تلاميذ قاموا بأمر فظيع لينالوا هذا العقاب، لكن وبعد تواصلنا مع المدير المعنف لهؤلاء موسى ظاهر أكد أن السبب هو تقصيرهم في امتحانات نصف السنة، ووصف ما حدث بالنزوة، فهي المرة الأولى التي يقوم بضربهم كما قال، بعكس ما انتشر من الطلاب عن قيامه بأسلوب التربية هذا منذ 15 عاماً، وهو طلب منا ألا نعرض الفيديو قبل حصوله على إذن من إدارة المدرسة بالتحدث أمام الكاميرا للتوضيح، ولكننا وبسبب العنف غير المبرر لم نجد أي مبرر للانتظار. أنا العمل المتأخر، وعلى كل حال أنا في لاي دمر هاي بشوف ما هذا أنا تحت قانون، يعني إذا بدي تراخم مع التلميذ اللي هو مؤثر تعرفي أنا في مستوى بدي أحافظ عليه. بس بالضرب بنحافظ على هذا المستوى يعني؟ لا أنا ما يعني ممكن ما أكون أنا بعض أعصابي مثلاً بالإفشاء. عمل لك ليه نزلوه حضرة المدير؟ بيقولوا لأنك أنت من زمان هيك كنت تعمل فيهم. يا حبيبة قلبي ما حدا اشتكى من الأهالي، في شيء حدا من الأهالي بيوم من الأيام اتصل فيك واشتكى. أنا بحكيك صراحة لأنه نحن عملنا الفيرست تيرم، عرفت علي شو؟ وحذرت بعد كل مرة قلت لهم إذا بالسكند تيرم ما بيكون في عندي هذا المستوى الطويل بكون كيف عقاب؟ أنا أجل هيك عاقبتهم يعني، وكانت المثل إنه واحد تربوي يعني لا في لا أنا في طار شخصي بيني وبينهم. بس أنت بتقبل إنك هيك تضربهم كمان يعني؟ المقاصد اليوم اللي بتحكي عن التسامح وغيره بتقبل هي هيدا النوع من القصاص يعني؟ حتى أنا مش مقتنع فيه. حضرتك مش مقتنع فيه؟ لا ومرأي تعلم عصا يتعلم، مقولة شعبية ما عادت تنفع في عصرنا هذا، وفي عصر السرعة أيضا ما عادت تنفع مقولة يلي ضرب ضرب واللي هرب هرب، فالفيديو لم يشاهده معظم المواطنين حسب، بل أصبح أيضا في عهدة وزير التربية لكي يتعلم من ضرب بالعصا ألا مهرب من الحساب. نوال بري، قناة الجديد. ومنذ قليل صدر عن جمعية المقاصد بيان جاء فيه بعد الاطلاع على مضمون الفيديو ألمنا منظر تلامذتنا المقاصديين وهم يضربون على أرجلهم، وقرروا بعد اجتماع عقدوه إقفال المدرسة غدا استنكارا لتصرف المعلم وصرفه من الخدمة استنادا إلى أحكام الدستور واتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقه، على أن يقوم وفد من جمعية المقاصد بزيارة المدرسة لمتابعة التحقيق. ومن تعنيف الأطفال إلى تعنيف النساء وصولا حتى قتلهن، حيث تنضم الضحية رقية منذر إلى اللائحة الطويلة. رقية التي قتلها زوجها البالغ من العمر 27 عاما ليلة عيد الأم لأنها طلبت الطلاق، فأين أصبح قانون حماية المرأة من العنف الأسري؟ قبل شهرين في المكان نفسه في مبنى جمعية كفى عنف واستغلال لحماية المرأة من العنف الأسري، وقفت النساء الوقفة نفسها. يوم ذاك كان القضاء قد قرر وقف ملاحقة زوج الضحية رولا يعقوب المتهم بقتلها. اليوم دقيقة الصمت كانت لرقية. رقية منذر البالغة 24 عاماً قتلها زوجها محمد منذر برصاصة في ليلة عيد الأم، وقتلها العنف والجهل وغياب القانون على امتداد سنوات زواجها السبع. وبين الوقفتين كان هناك جرائم قتل عدة شملت منال وكريستال ومارغريت. كانت خايفة على أولادها أنه ما تتركهم حتى ما يقتل إياهم، لأنه الرجال اللي بيقتل مرة وبيقتل جنينة يعني هو قتل روحين، بيقدر يقتل أولاده بسهولة وبيقدر يقتل مين ما بدك. هو زوجها شخصيته ضعيفة وعقله كتير معقد، يعني لما بدنا نحن نشوفها بيه يقول لبيه لحتى يجيب لنا إياها ويجيب لنا الأولاد، بما أنه هلأ الولد عمره 5 سنين والبنت 3 سنين ما بيعرفوا أخوالهم وخالتهم. أسئلة كثيرة تتسارع مع كل جريمة مماثلة، كيف وصلت الأمور إلى هنا؟ أين كان الأهل؟ لماذا سكتوا عن ظلم مماثل؟
كيف بتنا نعد جرائم القتل الأسري بهذه السهولة والكثافة؟ هل هو الجهل، ضغط المجتمع، الخوف من الفضيحة، أم ضغط المؤسسات الدينية؟ لكل ذلك مساهمته. الطبيب الشرعي ما كشف عليا وقت غسلوها، لأنه وقت غسلوها بيّن كل شيء، ضربة إياه ومن كدمات على رقبتها مشوهة قد ما ضاربها، بعدهم لهلأ عم يحققوا معه. طلبنا هلأ إذا العدالة أنه عم يفكروا أنه يطلعوا براءة منا للقصة، بدنا نرجع نقيم الجسة لحتى يشرحوها. ما حدا من النواب الكرام اللي ناقشوا، حتى اللي مقيدين بمشروع القانون، لمشروع القانون تبعنا، ما حدا منهم جاب سيرة هالقانون، ما حدا منهم عم بحسس الناس على خطأ الخطر الموجود على النساء اللي يعني بظل السلاح المنتشر بالبيوت واللي ما حدا عم بجيب سيرته. ويبقى للقانون الدور الأبرز. نحن وقاعدين هون بالمؤتمر الصحفي، بيجي اتصال هلأ من أب عم بيبلغ إنه بنته بحالة خطر بمنطقة شويفات. نحن إذا ما أخذنا بالقانون حماية للنساء، قانون ما بنا. وإذا كان القانون بده يعرقل وصول النساء للعدالة، قانون ما بدنا. ما في ضحية رح تظهر من البيت إذا مش قادرة تظهر ولادها معها، ما في ضحية رح تقدم طلب حماية إذا مش قادرة تحمي ولادها معها. ومن الملاحظات المطروحة الحفاظ على اسم القانون ومضمونه، وهو حماية النساء من العنف الأسري، تجريم إكراه الزوجة على الجماع، شمول أطفال الضحية بالحماية من دون مراعاة سن الحضانة، منح النيابة العامة صلاحية إصدار قرار الحماية أو تعيين قاض خاص بالعنف الأسري. مشروع القانون ينتظر أن يفرج السياسيون عنه، وللسياسيين اعتبارات دينية وحزبية وقانونية تفرزهم بين مؤيد للقانون ورافض له، أو بين رافض في السر ومحرج في العلن، على أمل أن يحرج هؤلاء ويهمل أي اعتبار في وجه تسارع الجرائم وتكدس الضحايا. مواطن لبناني ولاجئة سورية يحرقان أنفسهما في البقاع وطرابلس. دفع القهر والعوز مريم خولي إلى إضرام النار بنفسها أمام مقر الأمم المتحدة في معرض رشيد كرامي الدبلوس. كغيرها من اللاجئين السوريين، تعاني مريم وأسرتها غياب التقديمات والمساعدات اللازمة لتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش، لكن مريم اختارت إحراق نفسها، علها بذلك تلفت المعنيين إلى حال أسرتها. صرنا رايحين على الأمم المتحدة شي 100 مرة، نروح نراجعهم فصلونا وما بيرجعونا، وما بعرف يعني وضع صعب. حروقها بنسبة 70% من مساحة الجسد، تلتهم تقريبا 25% درجة ثالثة، والباقيين من الدرجة الثانية العميقة. لكن المعاناة لا تقتصر على اللاجئين وحدهم، ففي عانى البقاع الغربي أقدم فوز نخلي أيضاً على إضرام النار بنفسه إثر محاولة دورية من فصيلة جب جنين تنفيذ قرار إخلاء محطة المحروقات خاصته وإقفالها، تنفيذاً لقرار صادر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق، وذلك بسبب عدم تجديد محافظ البقاع القاضي أنطوان سليمان الترخيص لها، على خلفية خلاف بين العميد كارلوس إدي وصاحب المحطة الكائنة على عقارات تعود إلى آل إدي قرب عانا. حرق حاله لأنه وضع اقتصادي صعب، ومؤسسة أكثر من 3 سنين بقت مقفلة، 3 سنين ونص. اليوم من بعد ما انفتحت وصار لها سنين مفتوحة، وهالملف عم يتعالج بطرق سياسية ومع أشخاص كتير، وأكثر من طرق سياسية في محكمة بالقضاء. القضاء لغاية اليوم ما قال كلمته. عندنا في ميني ماركت بده يسكروا الميني ماركت رغم أنه رخصتها لحالة مستقلة. في جراج زيت بالمحطة رخصته مستقلة ما بتموت، إجا قرابة تسكيرة. في مغسلة البنزين إجا قرابة تسكير المغسلة. وقد تجمع أهالي البلدة استنكارا وتضامنا مع فوزي. محطة لنا بدم قلبنا، بانيينا يشتغلوا بالسول بالزريعة لحتى بنيناها، مش متسلطين على حدي ولا أكل نحوق حدي. لو ما أهل عنا أوديم ما بلكنا، العميد ريمون أدي ما بلكنا. نحن جماعة أوديم، نحن أصحابين حق، والحق فوق كل إنسان، ونحن تحت القانون. ونقل المقدم ياسر الميس إلى مستشفى فرحات في كامد اللوز بسبب إصابته بجروح طفيفة، فيما نقل نخلي إلى مستشفى شتورة ومنها إلى أحد مستشفيات بيروت.
القمة العربية 25 افتتحت في الكويت، وسوريا الحاضر الأكبر بمقعدها الشاغر. وحدها سوريا الحاضر الغائب عن الكويت. ارتأت الكويت أن تؤجل حرب الكراسي إلى القمة المقبلة، وبقي المقعد فارغا. خرج السوريون من القمة من دون أن يطالوا لا عنب النظام في الشام ولا بلح المعارضة في الكويت. فرض الخلاف العربي حول سوريا نفسه حائلا دون عودة النظام إلى كرسيه، ودون تسلم المعارضة الكرسي بدله. وعلى الرغم من أن سوريا غابت، لكن طيفها حضر وبقوة وفي كل كلمة. أحمد الجربة نجم سوريا في القمة، يرافقه أحمد معاذ الخطيب ووفد من الائتلاف. بين الضيوف جلس ليلقي كلمة على الواقف من دون كرسي، رسالة إليه جيرها بدوره إلى النظام. فدعوني أقولها بمنتهى الصراحة، إن إبقاء مقعد سوريا بينكم فارغا يبعث برسالة بالغة الوضوح إلى الأسد الذي يترجمها على قاعدة اقتل اقتل والمقعد ينتظرك بعدما تحسم حربك. هكذا يفهم النظام الرسالة ويترجمها عربيا، والسوريين يسألون: إذا كان الغرب تقاعس عن نصرتنا بالسلاح الحاسم، فما الذي يمنع أشقائنا عن حسم أمرهم حول مقعدنا بينهم؟ وأريد أن أضيف أن الواقع بات يفرض أن تسلم السفارات السورية في العواصم العربية إلى الائتلاف الوطني بعد أن فقد النظام شرعيته، ولم يعد للسوريين من يرعى مصالحهم في العواصم العربية. للمعارضة رأيها في عدم المشاركة رسمياً. أن نحضر كضيوف خير من أن لا نحضر أبداً. هذا الموقف لا يساعد في إنهاء الأزمة، لأنه يزيد من انقسامات. الانقسامات العربية ستنعكس بالتأكيد على الحالة السورية. انتهى دور الجربة بعد إلقاء الكلمة، ترك خلفه قمة شددت كلماتها على شيء وتفاصيلها البروتوكولية على شيء آخر في ملف مقعد سوريا. في حرب الكراسي قالت الكويت القرار الفصل، لا حسم حاليا، الكرسي فارغ، وحضور سوريا على الواقف. من العاصمة الكويتية، مالك شريف، قناة الجديد. ونبقى في الكويت وأجواء الجلسة المسائية، إضافة إلى كلمة رئيس الجمهورية اللبنانية مباشرة مع زميلة كريستين حبيب. كريستين، مساء الخير، تفضلي، الهواء لك. مساء النور داليا. هذه الجلسة المسائية التي كان من المفترض أن تكون مغلقة بقيت جلسة مفتوحة، وكانت كلمات القادة العرب مباشرة على الهواء، وذلك نظرا إلى صعوبة تحويلها إلى مغلقة واستحالة أن يكون هناك اتفاق حول القضايا العربية الشائكة، لا سيما الموضوع السوري في هذه القمة العربية. وذلك تحتم أن تكون الكلمات مباشرة في هذه القمة على أن تكون النهاية غدا في الجلسة الختامية في قصر بيان، حيث سيعلن إعلان الكويت البيان الختامي لهذه القمة العربية الذي سوف يتوقف عند نقاط عدة: الأزمة السورية من ناحيتها الإنسانية وضرورة دعم الشعب السوري، وأيضا موضوع بارز سيعلن في إعلان الكويت هو دعم الجيش اللبناني. كلمة الرئيس ميشيل سليمان مساء اليوم كانت حوت عدد من المواضيع الأساسية، وأبرز هذه المواضيع الحل السياسي للأزمة السورية ومناشدة العرب بدعم لبنان. ويبدو أن هذا النداء الرئاسي اللبناني لاقى تجاوبا لا سيما من دولة الكويت، فبحسب معلومات الجديد أبدى الصندوق الكويتي استعداده لمساعدة لبنان، فقد التأم اجتماع بين الوفد اللبناني برئاسة ميشيل سليمان الرئيس اللبناني مع الأمير الكويتي صباح الأحمد الصباح، الذي وعد بتقديم كل المساعدات اللازمة للبنان، أكان للجيش اللبناني أم وسط الأزمة، أزمة النازحين السوريين من قبل صندوق الدعم الكويتي. كان لافتا أيضا كما ذكرتم في المقدمة وخلال كلمة رئيس الجمهورية الرد والشكر من الأمير الصباح على هذه الكلمة حين سماه بالرئيس ميشيل عون سليمان. وكان لافتا أيضا خلال هذا اليوم العربي الطويل انسحاب وزير الصحة اللبناني علي حسن خليل خلال إلقاء أحمد الجربة كلمته، وهو عبر عن موقفه عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.
أشير ختاما قبل أن نستمع إلى كلمة الرئيس اللبناني إلى أن الوفد اللبناني يغادر في هذه الأثناء الأراضي الكويتية، وهكذا يفعل أيضا عدد من القادة العرب، بما أن جلسة غدا الجلسة الختامية وإعلان الكويت سوف يقتصر الحضور فيه على وزراء الخارجية العرب، وسوف يختتم بمؤتمر صحافي عند الساعة 1 بتوقيت بيروت، الثانية بتوقيت الكويت. هذا المؤتمر الصحافي فيه كلمتان، الأولى لوزير خارجية الكويت والثانية للأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي. نستمع الآن إلى كلمة الرئيس ميشيل سليمان وتعليق الأمير الكويتي. متطلعين إلى مزيد من العمل العربي المشترك لاجتياز هذه المرحلة المفصلية من تاريخنا وتحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من إصلاح واستقرار وعدالة وعزة، وشكرا. شكرا فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة على كلمته القيمة. والآن أعطي الكلمة لفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، فليتفضل. أنه لا يمكن الأشقاء العرب أن يكونوا أقل حرصاً على دعم لبنان من حرص مجموعات الدعم الدولية، لذا يهمني من على هذا المنبر توجيه نداء ملح إلى الإخوة القادة العرب للاستمرار بدعم لبنان بالطرق المناسبة على الصعيدين الثنائي والدولي، خصوصاً من خلال الانخراط في الجهد الهادف لضمان تنفيذ كامل خلاصات مجموعة الدعم الدولية في مختلف المجالات، ولا سيما واحد تشجيع جميع الأطراف الداخليين والإقليميين على التزام مبدأ تحييد لبنان كما أقره إعلان بعبدة، والمساعدة في ضبط الأوضاع على طول حدودنا الشرقية مع الشقيقة سوريا، ووضع حد نهائي للانتهاكات الإسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية وتهديداتها المستمرة. شكرا للزميلة كريستين حبيب التي كانت معنا مباشرة من الكويت. افتتاح القمة في جلسة صباحية معلنة تخللتها كلمات لأبرز المشاركين. ربع قرن بلغ عمر القمم في الرزنامة العربية، ربع قرن تكاد تكون فيه فلسطين العنوان أو المهرب الوحيد المتفق عليه. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صلى العرب على نية قمتهم ثم افتتحوها بكلمة حافظت على هدوئها شكلا لا مضمونا، فقد وجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد رسائل واضحة أتت انعكاسا للأزمة الخليجية المستجدة. نحن هنا جميعا ندين الإرهاب ولا خلاف في هذا الموضوع، وللإرهاب مفهوم محدد، إنه استهداف المدنيين بالقتل والترويع وضرب المنشآت المدنية لأغراض سياسية، ولا يجوز أيها الأخوة أن ندمغ بالإرهاب طوائف كاملة أو نلصقه بكل من يختلف معنا سياسيا، فشأن ذلك أن يعمم الإرهاب بدل أن يعزله، كما لا يليق أن يتهم كل من لا ينجح في الحفاظ على الوحدة الوطنية دولا عربية أخرى بدعم الإرهاب في بلده. التصفيق الذي نالته الكلمة لم يشارك فيه رئيس الوفد السعودي ولي العهد الأمير سلمان، وترطيباً للأجواء جاء خطاب الدولة المضيفة. أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح حذر من تداعيات الأزمة السورية على كل الدول العربية. فالخطر محدق والخسائر جسيمة، ويخطئ من يعتقد أنه بعيداً عن آثارها المدمرة، والأيام أثبتت بأن خطر هذا النزاع المدمر قد تجاوز الحدود السورية والإقليمية ليهدد الأمن والاستقرار في العالم. رئيس الوفد السعودي ألقى كلمة واضحة المعالم في الشأن السوري، وفي خطوة أكثر وضوحاً في الشأن الخليجي غادر الأمير سلمان الكويت مع انتهاء الجلسة الصباحية، وهو لم يشارك في مأدبة غداء الرؤساء
وبالتالي لم تمطر سماء الكويت مصالحة قطرية سعودية. إن المملكة العربية السعودية تديم بشدة كافة الأعمال الإرهابية أي كان مصدرها مصدره، ولن تعلو جهدا في من جانبها في مواصلة التصدي لهذه الآفة المقيتة. نظرة الإرهاب يشهدها العالم المعاصر ومنطقتنا عن حون الخاص وما تشكله من تحد خطير لأمتنا واستقرارنا ومسار تنميتنا، تستدعي منا أخذ الحيطة والتدابير اللازمة لمكافحة استئصال جذورها. من أهم ملامح هذه الظاهرة بروز بعض المنظمات والمجموعات المتطرفة وما تدعي بطلانا باسم الإسلام والمسلمين. حاملا جراح سوريا ورسالة الأمين العام للأمم المتحدة، تحدث الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي. ولا يجب أن ننسى التأثير السلبي الكبير للنزاع في سوريا على الدول المجاورة لها، فالمنطقة برمتها مهددة بأن يزج بها في هذا النزاع، ولبنان معرض بشكل خاص لهذه الأخطار. وفي هذا السياق فإنني أرحب بوحدة المجتمع الدولي في دعمه لأمن واستقرار لبنان، وأشير بشكل خاص إلى الدور الذي تقوم به كل من جامعة الدول العربية ومجموعة الدعم الدولية للبنان. وعلى هامش القمة عقد الرئيس اللبناني ميشيل سليمان لقاءات مع كل من أمير قطر والرئيسين المصري والفلسطيني وعدد من المسؤولين العرب. من قصر بيان في الكويت، كريستين حبيب، قناة الجديد. قمة الكويت ما لها وما عليها، في تحليل للصحفي عبد الوهاب بدرخان في مقابلة أجرتها معه الزميلة كريستين حبيب. احتراف في الحرف والتصاق في المعرض التراثي، أما في قاعة القمة فتضارب في وجهات النظر. في الكويت الإعلام جاهز لتغطية فعاليات القمة العربية 25، إلا أن نجوم القمة غير جاهزين للمجاهرة والمواجهة ورفع الصوت أكثر من المعدل. سميها لدي عدة صيغ، منها إنقاذ القمة، قمة إنقاذ القمة أو مؤسسة القمة، ربما أسميها أيضا قمة رفع العتب، لأنه من الواضح أن الظروف لم تكن ناضجة جدا. أحمد الجربة وأتلافه المعارض يحاولون سرقة الأضواء من بقية العرب، ناسين ربما أن النجم الوحيد هو الميدان السوري. هناك انطباع لدى العرب بأن هناك مرحلة جديدة تفتح في النزاع السوري، وبالتالي الجامعة العربية تتبنى المسائل المبدئية مثل وقف اطلاق النار والاستمرار في البحث عن الحل السياسي. صحيح أن المتابعين وصفوا كلمة الأمير القطري بالمتزنة وقالوا أنها لم تحوي إرادة في التصعيد، إلا أن تلك الكلمة لم تخلو من رسائل مبطنة لكل من السعودية ومصر. كان هذا متوقعا، لأن كل طرف لديه وجهة نظر بالنسبة إلى الإرهاب. إنما البيان الختامي للقمة تبنى صيغة عمومية، هذا لم يمنع أن كل طرف في أو كل وفد في كلمته يقدم تعريفه. من دون شك أنه عدم وجود مسعى مباشر لتهدئة الخلافات بين الدول الخليجية هو ما جعل كل طرف يتمترس وراء موقفه. وكان أمير قطر صريحا سواء بالنسبة إلى موضوع الإرهاب أو بالنسبة إلى الإشارة الغير المباشرة إلى مصر. التضامن لمستقبل أفضل، هذا هو العنوان العريض لإعلان الكويت، إعلان لابد يبحث عن كل من التضامن وعن المستقبل الأفضل أبعد من سطور بيان. حول طاولة تزينها الورود وتكثر تحتها الأشواك جلس القادة العرب، وفي قمة حفظ ماء الوجه اتضح ألا ماء يكفي لري أزهار التوافق العربي. هي مرة جديدة قمة الربيع الذابل والحلول المؤجلة في القضايا المصرية كافة. من الكويت، كريستين حبيب، قناة الجديد.
حين اجتمع الثلاثي الوزاري اللبناني في كواليس قمة الكويت، ماذا كانت النتيجة في تقرير للزميل مالك الشريف؟ حين يجتمع جبران باسيل وعلي حسن خليل ووائل أبو فعور، يكون مطبخ السياسة اللبنانية حاضراً حتى في الكويت. إنهم الوفد المرافق لرئيس الجمهورية في القمة العربية، إنهم ثلاثي السياسة المرح. جبران باسيل يوزع دبلوماسياته في كل اتجاه، يشرف على أدق التفاصيل البروتوكولية. وصل الوفد إلى قاعة المؤتمرات قبل الرئيس سليمان، أبو فعور مرتدياً ربطة عنق. مشهد فاجأ باسيل، فسارع بمعالجة زميله بجرعة مديح دبلوماسي على أناقته، فكان جواب أبو فعور جاهزاً: لم أحضر معي ربطات عنق، واضطررت أن أشتري من على متن الطائرة للزوم الأناقة والبروتوكول. توجهوا نحو قاعة المؤتمر، ثم عاد أبو فعور وحسن خليل إلى باسيل عند الباحة الخارجية. نسي أبو فعور باج أو تصريح الدخول في غرفته، فمنعوه، فما كان من علي حسن خليل إلا أن تضامن معه. يسارع أبو فعور للقول ضاحكا: نحن معا بالسراء والضراء في لبنان والمهجر. عولج الموضوع، حضر الباج، ولضرورات تقنية تم تركيبه، فدخلوا القاعة. شو قصته هذا الفيلم؟ يلا تفضلوا. هذا قصته قصة يا. سمح لهم بالدخول. هناك عند مقعد لبنان بدأ أن مجلس وزراء مصغر يعقد. متابعة سياسية لتفاصيل الداخل بلا مالية ولا صحة. وحده علي حسن خليل كان يدقق في تكلفة هذا المؤتمر على وزارة المالية الكويتية، فيما عمل وزير الخارجية على متابعة تفاصيل الداخل والخارج. مالك شريف، قناة الجديد، الكويت. أثار وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل انتباه الصحفيين والإعلاميين والسفراء والوزراء في بهو فندق هيلتون بظهوره مرتديا تيشيرت وشورت قبل لحظات من خروجه لممارسة رياضة المشي، والتف الصحفيون حول الوزير لأخذ الصور التذكارية معه قبل ذهابه لممارسة رياضة المشي، وسرعان ما نشر هؤلاء الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي حاصدة أكبر عدد من التعليقات التي تفاوتت بين مؤيد ومعارض لخطوة الوزير. قبل أسبوع من التئام هيئة الحوار في 31 من الشهر الجاري، دعوة رئيس الجمهورية ما زالت معلقة في انتظار ردود الأقطاب. تقرير للزميلة نانسي السبع. وكأنه قدر آذار أن يجسد حتى في آخر أيامه الانقسام اللبناني، فدعوة رئيس الجمهورية أقطاب الحوار إلى الالتقاء في بعبدة نهاية الشهر الحالي اختلف عليها الآذاريون، منهم من أكد أنه مع الحوار ضد الرئيس. الحوار طبعا ما حدا ضده، في سؤالين بنسألهم: هل رئيس الجمهورية اللي كان عم بيقوم بدور ناظم للحوار في السابق، هل هو يعني بعده صالح لتدوير الزوايا وإدارة حوار بين اللبنانيين؟ لأنه مثل ما عم نسمع المواقف الأخيرة أصبحت يعني قريبة من طرف، و يعني إعلان موقف يعني واضح ضد طرف آخر. ومنهم من سارع بالرد على الدعوة بأحسن منها. سارعنا بدعوة فخامة الرئيس على أن كما هو معلن يعني أنه نستكمل جلسة الحوار من حيث انتهت إليه، بمعنى أنه كان موضوع استراتيجية دفاعية. الورقة اللي طرحها فخامة الرئيس، هذه الورقة يجب أن تناقش من قبل الأفرقاء، أفرقاء الحوار، وهذا ما سيحصل في حال لبى الجميع الدعوة. أما المعني الأول بالحوار فشكل صمته موقفا بحد ذاته. حزب الله وبحسب معلومات الجديد وضع الدعوة في خانة قيد الدرس، تريس للمرة الأولى يبديه الحزب منذ التئام طاولة الحوار عام 2006، موقف لا علاقة له باستراتيجية الدفاع، بل باستراتيجية الهجوم المستجدة من الرئيس على الحزب وسلاحه. لبنان محكوم بأن يقاوم. يعني أنت عم بتقارن بين بلد قوي اللي هو إسرائيل وبلد ضعيف. ما كان يسمى مقاومة، اليوم لم يعد هناك مقاوم برأينا نحن، لأنه عندما تحول السلاح إلى صدور اللبنانيين وتحول السلاح إلى قتال السوريين لم يعد هناك مقاومة. هناك سلاح
هذا السلاح الموجود بيد حزب الله كيف يمكن أن يستفاد منه لتعزيز دور الدولة والعمل بمقتضى مرجعية هذه الدولة. ولكن استشرافا لما قد يكون الموقف من ناحية أنه ما يكون هذا تعويم لشخصية مثل رئيس الجمهورية عنده أهداف يمكن أنه تمدد وحتى لو أعلن العكس، وشخص لم يعد يعني حكم، لم يعد يقوم بدور ناظم للحوار وسعي إلى تقريب وجهة النظر. فخامة الرئيس هو الرئيس الذي جرب هذا السلاح ورأى إلى أين يذهب هذا السلاح. القوات اللبنانية ما زالت على مقاطعتها، رئيس المردة متمرد على رئيس الجمهورية ويفضل عدم الدخول في مجاملات مع عهد تنتهي صلاحيته بعد أقل من شهرين، موقف يؤيده به النائب طلال إرسلان مفضلا أن يكون الحوار تحت قبة البرلمان، أما الثنائي بري وجملاط فمتمسكان بالحوار إلى أبد الآبدين. ننسي السبع، قناة الجديد. أهلا بكم من جديد. مقاتلون من المجموعات المسلحة أصيبوا في معارك يبرود يتلقون العلاج في مستشفى عرسال في خاص الجديد. أنا في القتال وإن شاء الله سأبقى وأينما كنت سأقاتل. مقاتلون بالعشرات من المجموعات المسلحة أتوا أو جيء بهم من يبرود إلى عرسال حيث يعالجون في المستشفى الميداني فيها من إصابات مختلفة نجمت عن قتالهم الجيش السوري النظامي في معارك يبرود. تابع للواء فجر الإسلام، كنت أقاتل على جبهة يبرود وتحديدا نقطة عربين. كنت بيبرود والله، أي والله متصاوب بالطيارة، ضربت الطيارة وتصاوبت واسعفوني لهون. صوبت وأنا بالجبهة على بالمعركة، كنا نحن عم نتقاوم إحنا يعني ما في بعد 10 أمتار عم نضرب بعضنا بنابل. وكان الصليب الأحمر الدولي قد نقل 5 جرحى من المستشفى الميداني في عرسال إلى مستشفى فرحات في جب جنين في البقاع الغربي، والجرحى 5 من أصل 59 جريحا يعالجون في المستشفى الميداني. الجيش اللبناني يوقف أحد المطلوبين السوريين كان يقود مجموعة تابعة لجبهة النصرة بين الحدود اللبنانية السورية في منطقة القلمون. تمكنت قوة من الجيش تابعة للواء 6 المنتشر في البقاع الشمالي من توقيف السوري محمد حاتمي بعدما كان يحاول الفرار بمساعدة عنصر تابع لجهاز أمني من بلدة عرسال. وقد أشارت مصادر أمنية في هذا الإطار إلى أن العنصر لا خلفية إسلامية جهادية له، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الدوافع مادية. أما فيما يتعلق بالسوري حاتمي فقد أشارت المصادر عينها إلى أنه كان ناشطا جدا في الفترة السابقة في المنطقة الحدودية، وأنه كان يقود مجموعة تابعة لجبهة النصرة. ورأت المصادر الأمنية أن تعزيز الجيش انتشاره واستجابة الأهالي مع المهمات المنوطة بهذه القوة في منطقة البقاع لا سيما عرسال وجرودها جعل من الصعب الاستمرار في عملية انتقال المجموعات والأفراد عبر الحدود، لا سيما أن أهالي بلدة عرسال باتوا يعانون الضغط الكبير من جراء عدد النازحين وشعورهم بأن بقائهم في بلدتهم قد يطول كثيرا نتيجة استمرار الأزمة السورية. ومن هنا كانت المطالبة بانتشار الجيش في البلدة لضبط الأوضاع فيها، وأن هناك تعاونا بين الطرفين حتى عند أولئك الداعمين للتنظيمات المسلحة في سوريا. وعقب التطورات الميدانية الأخيرة في سوريا باتوا مدركين أن أي تحرك ما عاد باستطاعته أن يغير الموازين في القرى السورية الحدودية وتاليا لن يصب في مصلحتهم. عائلة المفقود فادي الحبال تناشد السيد حسن نصر الله واللواء عباس إبراهيم كشف مصيره وإطلاق سراحه من السجون السورية. مناية مناية قبل ما موت أحضن لقلبي. بعد تسريب وثائق لأسماء معتقلين لبنانيين في السجون السورية عاد الأمل ليراود عائلة الحبال في صيدا التي فقدت ابنها الصيدوي فادي أحمد فاروق الحبال ابن 19 عاما بتاريخ 17 من شباط عام 83 على حاجز البربارة، وذلك في أثناء تنفيذه للمهمة رقم 3 التي تقضي بتوليه عملية تهريب الأسلحة من منطقة الشمال إلى مدينة صيدا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي. وعند اختطافه كان الحبال تلميذا في المدرسة المهنية العاملية، ووفقا لشقيقته فقد أكد اعتقاله رئيس المجلس الكتائبي سليم رعيدي، وقد استجوبه قائد الأمن العسكري بطرس خواند.
في سنة 1986 جرت عملية تسليم 35 مخطوف من قبل القوات اللبنانية لدار الإفتاء، لقبت يومها بمبادرة حسن النوايا، وقد تلت إذاعة لبنان الرسمية يومها أسماء المفرج عنهم، وسمعت أنا شقيقته والعديد من المعارف اسم أخي فادي، وحين السؤال عنه بادر أحد المفرج عنهم بالإجابة فادي حلق معنا ولبس معنا وطلع معنا على الباص، بس معقول يكون من الأشخاص اللي نزلون على المتحف؟ يذكر أن عددا من المفرج عنهم من السجون السورية أكدوا أن فادي الحبال موجود في السجون السورية، وشهد عام 87 في سجن المزي في سوريا في الغرف العلوية المعروفة بالعرفي، وقد أعطى أكثر من شخص وصفا دقيقا له. تنتشر عبر الهواتف الذكية ومواقع التواصل شائعات عن خطف الفنان علي الديك في منطقة بعلبك، وقد وردنا من أسرته ومن عائلته الفنية في قناة الجديد أن هذا الخبر كاذب وأن علي الديك متواجد حاليا في أمريكا ضمن جولة فنية. احتدام المعارك في ريف اللاذقية، الجيش يتقدم ويسقط منطادا تركيا تجسسيا، والمعارضة تسيطر على قرية السمرة ومخفر بحري تابع لها. تواصلت المعارك العنيفة في كسب الواقعة في ريف اللاذقية المعروفة بأنها معقل النظام السوري، حيث أفاد التلفزيون السوري أن الجيش يسجل تقدما في ريف اللاذقية نتيجة سيطرته على قمة جبل النسر في الريف الشمالي من مدينة اللاذقية بعدما وجه ضربات قاسمة إلى المجموعات المسلحة في جبل النسر. وذكرت وكالة سانا أن وحدة من الجيش قبضت على 12 مسلحا من جبهة النصرة، وعلى كتيبة تركمان حاولوا التسلل إلى ما يعرف بالنقطة 45 قرب كسب، فيما تحدثت المعلومات أن الجيش السوري نجح في إسقاط منطاد تجسسي تركي في قرية تلا في ريف اللاذقية الشمالي. وبعد الرصد والمتابعة الدقيقة نفذت وحدة من الجيش كمينا محكما لمجموعة مسلحة في الريف جنوب شرقي حماة، وقضت على متزاعمي ما يسمى مجموعة صقور البادية وصادرت أسلحتهم. وفي حلب ألحق الجيش العربي السوري خسارة كبيرة بصفوف الإرهابيين في أثناء محاولتهم دخول محور حدادين صقلايا بحلب، بعضهم من الجنسية السعودية. وفي المقلب المعارض وغدات سيطرة المعارضة على بلدة كسب ومعبرها الحدودي مع تركيا، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين معارضين سيطروا على قرية السمرة في محافظة اللاذقية وعلى مخفر بحري تابع لها شمال غربي البلاد. كسب أكسبها الله سبحانه وتعالى إخوانكم المجاهدين، وها هم إخوانكم المجاهدون في جبهة النصرة وأنصار الشام وأحرار الشام وشام الإسلام ينتصرون للمستضعفين من الرجال. أن كسب ترحب بالمجاهدين أن نقف بإذن الله على لوحة أخرى فيها القرداحة ترحب بالمجاهدين واللاذقية ترحب بالمجاهدين ليحرر الله سبحانه وتعالى الأرض من رجس النصيرية ومن رجس الرافضة وأذنابهم أجمعين. وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سقوط 14 عنصراً من القوات النظامية في معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة الذين سيطروا على تلة استراتيجية في ريف اللاذقية الشمالي بعد ساعات من سيطرتهم على قرية السمرة ومنفذها البحري. اسم جديد لقمة الثماني وروسيا خارجها. بات لمجموعة الثماني اسم جديد، المجموعة التي تضم الدول الصناعية الكبرى في العالم أصبح اسمها مجموعة السبع بعد خروج أو إخراج روسيا منها، وهكذا بقيت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وكندا واليابان في المجموعة بعدما جرى استبعاد روسيا على خلفية تدخلها في أوكرانيا. هذا القرار الذي أتى جماعيا على هامش قمة تناولت الأمن النووي في لاهاي استتبعه إلغاء
قمة مجموعة الثمانية التي كان من المقرر عقدها في حزيران المقبل في سوتشي واستبدالها باجتماع في بروكسل للدول السبع. لم تصادق المجموعة على قرار نهائي باستبعاد روسيا التي انضمت إلى المجموعة عام 97، لكن يبدو أن سياق التضييق على موسكو مستمر في وقت يؤكد القادة الغربيون دعمهم لحكومة كييف ورفضهم لضم جزيرة القرم إلى روسيا. وتمثل المجموعة التي أنشئت عام 74 65% من اقتصاد العالم وأغلبية القوى العسكرية، وتتضمن نشاطاتها مؤتمرات على مدار السنة ومراكز بحث سياسية تتجمع في القمة السنوية التي يحضرها زعماء الدول الأعضاء، مع العلم أن عدداً من التظاهرات المنددة بسياسات القمة كانت ترافق فعاليات انعقادها. كان في النشرة مقعد سوريا الشاغر ملأ القمة وشغلها، والمعارضة تكلمت على الواقف. إذا كان الغرب تقاعس عن نصرتنا بالسلاح الحاسم، فما الذي يمنع أشقائنا عن حسم أمرهم حول مقعدنا بينهم؟ بعد إلقاء سليمان كلمة لبنان، شكرا فخامة الرئيس العماد ميشيل سليمان. الثلاثي اللبناني مدقق مالي ممنوع من الدخول، والخارجية بروح رياضية. في الخاص حوار آذار مع ضد وقيد الدرس. رئيس الجمهورية يعني بعده صالح لتدوير الزوايا وإدارة حوار بين اللبنانيين. رقية قتلت، مريم أحرقت نفسها، وفوزي تمثل بالبوعزيزي. علمه الجدول لا الضرب. حضرتك مش متنافي. والجيش السوري يسقط منطاد تجسس تركيا فوق ريف اللاذقية. فريق عمل هذه النشرة يشكر لكم حسن المتابعة. الملتقى يتجدد في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند 11:30. فإلى اللقاء.